تأتي بهذا الافتتاح الكبير لديربي الميرسي سايد، للديربي الأقدم، للديربي الأعنف، للديربي الأكثر بطولات، للديربي الأكثر سخونة، للديربي الأكثر إثارة في السنوات الماضية. افتتاحية لهذه الجولة، وأي افتتاح لهذا الديربي ولهذا اللقاء ما بين الجارين العدوين اللدودين، ما بين هذين الخصمين، هنا في الجاديسون بارك، هنا في ملعب التوفيز، هنا في هذا المكان الجديد بعد أن كان الأنفيلد ملعبا لهم قبل أن يتأسس ليفربول ب14 عام، بعد أن كانوا مستأجرين من جون هوليدينغ ذلك الملعب. كانت الأمور جيدة قبل الاختلاف على الإيجار والسعر، قبل أن يطردوا من الأنفيلد ويبدأ جون هوليدينغ بفكر الانتقام بتأسيس فريق آخر أراد أن يسميه إيفرتون في البداية، لم يسمح له الاتحاد الإنجليزي، ثم سماه بليفربول على اسم المدينة. منذ ذلك الوقت بدأ هذا الديربي، هذا الديربي الذي كان قديما يسمى بالفريندلي ديربي، بالديربي الودي، بعد أن كانت المحبة سائدة ما بين جمهور الفريقين، بعد أن كانت الأجواء في غاية المثالية والروعة، بعد أن كانوا يجلسون جنبا إلى جنب في كل مدرجات الملاعب التي يخوضون فيها مبارياتهم، بعد أن كانوا يغنون ميرسي سايد، ميرسي سايد، Are you watching مانشستر؟ هل تشاهد يا مانشستر؟ كيف هي الصداقة والمحبة في هذا الديربي؟ كل ذلك تغير، كل ذلك اختلف، كل ذلك انتهى. أصبحت الديربي الأكثر سخونة، الأكثر خشونة. تغيرت الأمور، انتهت فترة الود وفترة الحب في هذا الديربي ما بين الفريقين إيفرتون وليفربول، هنا في ديربي الميرسي سايد على ضفة نهر الميرسي ليفر. من مننا لا يتذكر الأربعة أربعة، أشهر المباريات وواحدة من المباريات التي لا ينساها المدرب كيني داغليش، لأنه بعدها قدم استقالته مبررا أنه لم يعد يستطع تحمل الضغوطات، غاب 20 عاما عن ليفربول، وشاءت الأخدار عندما يعود أن يعود في مواجهة إيفرتون في العام الماضي، غاب منهم وعاد بهم، واليوم يتقابلون في مواجهة اسكتلندية ما بين الملك كيني الاسكتلندي والاسكتلندي آخر ديفيد مويس، بحثا عن ويليام وولاس. هذه القمة الأكثر حضورا في بطولة البريمير ليج، 216 ديربي سابق. هنا مدينة ليفربول، هناك ضفة نهر الميرسي سايد، تتحدث عن المسافة ما بين ملعب الجوديسون بارك وملعب الأنفيلد أقل من كيلو، يعني اللي يحضر مباراة في هذا الملعب يسمع الجمهور في ذلك الملعب. كيني داغليش اللي خاض هذا الديربي كثيرا كما ذكرت في السابق بذكريات لا ينساها ويعرفها جيدا، ويعرف كل الأجواء كلاعب، 19 مباراة لعبها في الديربي، فاز في 8، تعادل في 6، خسر 5، كمدرب 22 مباراة، فاز في 12 وخسر 3 فقط في التدريب. كعب أعلى على إيفرتون كلاعب ومدرب، في عالية في مكان راسي، الله، اشتعل الديربي، يا لها من دقيقة، من راس سواريز إلى راس تيم كاهل في قمة كسر الرؤوس، من يكسر رأس الآخر؟ الله على الارتقاء، تيم كاهل يريد أن ينهي الصيام، سواريز يريد أن يبدأ الأفلام، تيم هاورد يتألق، بيبيرينا يرد. تخيل البريمير ليج 19 عام، الديربي شهد 19 كرت أحمر، لا وجابوا حكم هو أكثر حكم أشهر بطاقات حمراء في الموسم الماضي مارتن أتلينكسون، يعني مباراة الشرطة تكون حاضرة فيها ولا كيف؟ وسط أجواء مشمسة حتى الآن لمن ستشرق شمس هذه المباراة، من
من سيفرح بهذا الانتصار؟ من سيتقدم في جدول الترتيب؟ هل تصدقون بأن أي الرش عندما كان صغيرا كان محبا وعاشقا لإيفرتون لم يكن يعلم بأنه سيصبح يوما من الأيام أحد الأسماء التي لا تنسى والتي ستبقى في ذاكرة ليفربول كأعظم هداف لليفربول ب 346 هدف، علما بأن أيان رش أحد اللاعبين الكبار والأسماء التاريخية والأساطير. أيان رش هو هداف تاريخي هذه المواجهة ب 25 هدف، أعظم من سجل في الديربي. حتى مايكل أوين كان إيفرتوني، حتى ماكمانمان كان يشجع إيفرتون، جيمي كاراغر من عشاق إيفرتون عندما كان صغيرا. كرت أحمر، كرت أحمر، الدربي الأكثر خشونة، الدربي الأكثر عنفا، كروت حمراء دائما ما تظهر من أول كورة. رودويل الذي كان يراقب سيلفا الآن يريد أن يوقف سواريز بأي طريقة. في المباراة الماضية لم تلعب واليوم لا تلعب أيضا يا رودويل. سواريز يصاب وجماهير الليفر هي من تتألم هنا في شمال غرب إنجلترا، هنا في منفذ التجارة، هنا في المكان الذي اشتهر بوجود الفريقين، بوجود فرقة البيتلز الموسيقية، بوجود التايتانيك التي انطلقت من هنا قبل أن تغرق في الأطلنطي. أي سفينة ستغرق في هذا الديربي؟ شانكلي واللاعب كانوا يحبون بعض، كان الديربي يسمى بالديربي الودي، بالفريندلي ديربي، لكن شانكلي أشعل الأمور. شانكلي اللي اشتهر بتصريحاته العدائية تجاه إيفرتون كان مستفز لهم بطريقة لا توصف، وجعل ربما هو الأكثر كرها بالنسبة لجماهير إيفرتون. شانكلي يقول: إذا كان إيفرتون يلعب في حديقة منزلي سوف أغلق الستائر. وفي تصريح آخر يقول: عندما أكون حزينا أو مكتئبا ماذا أفعل؟ أنظر إلى ترتيبي إيفرتون في جدول الترتيب وأبدأ بالضحك. لا لا، شانكلي كان واحد فاصل صراحة. تصريحات كلها على إيفرتون، كلها على إيفرتون. وعندما انظروا الآن إلى ستيفن جيرارد، ستيفن جيرارد اللاعب الذي ينتظره كل ليفربولي بأن يعود أساسيا. فترة الغياب الطويلة وهي أطول فترات غياب ستيفن جيرارد. ستيفن جيرارد بالمناسبة وهو صغير كان يبغي يلعب كرة في الحواري، ما كان عنده قميص، استعار قميص صديقة وكان قميص لفريق إيفرتون. بعد ذلك وبخ والده وقال لأبوه: هذه آخر مرة أشوفك فيها لابس هالقميص. لكن تم تصوير اللي هو ستيفن جيرارد وهو رافع الشعار، وفي ديربي 2006 جماهير إيفرتون وضعت الصورة في المدرجات، ستيفن جيرارد بشعار إيفرتون. لما سألوا جيرارد قالهم: هذا واحد يشبهني. كيني داغليش كان يقول عن هذه المباريات، يقول: في بدايات لما كنا نلعب لم أشاهد الكرة، في أول مباراة لي في الديربي لقد قضيت المباراة وأنا أضرب وأضرب. لقد كانت أكثر خشونة من ديربي غلاسكو الشهير عندما كان لاعبا في السلتك. شتان ما بين كارون ليفربول وكارون نيوكاسل. سواريز استلام، كنترول، سقوط، ضربة جزاء. ماذا يفعل الوزيتو؟ ماذا يفعل سواريز؟ دراكولا يكسب الأخطاء، دراكولا صاحب نقاط التحول. سواريز يتحرك، إذا ليفربول خطير. كرت أحمر أولا، ركلة جزاء ثانية. ديركاوت واللي صرح عن زميله سواريز بحديث جميل وقال: إنني أجرؤ أن أقول إننا لم نشاهد كل ما يملكه هذا الفتى، إنه يلعب بروح حتى في التمرين. شارلي ممكن يا رب؟ مستحيل. العارضة تتعاطف مع أصحابها، كرة قوية، متابعة يا رب. اشتغل 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 الآن، هي الكرات اللي فوق وهو من الناس اللي فوق. على كثر العداء ما بين الجمهور الفريقين إلا أن هناك لفتة طيبة لا تنسى في ذكرى
وفي كارثة هيلسبرو التي توفي فيها 96 مشجع ليفربولي في نصف نهائي الكاس ضد نوتنغهام فورست، وصل النهائي جمهور أو نادي ليفربول يقابل إيفرتون، وبالتالي جمهور إيفرتون في النهائي رفع لافتات تؤيد جماهير ليفربول وتشاركهم أحزانهم، بل إنهم غنوا معهم الأغنية الشهيرة You will never walk alone، وكانت هي المرة الوحيدة التي تغني فيها جماهير إيفرتون تلك الأغنية مع ليفربول، شاركوهم الأحزان. لفته كانت طيبة، كيني داغليش يتحدث عن تلك المباراة بأنها أجمل ديربي بالنسبة له، فاز ليفربول. ساها الله، مستحيل، كيف يتركونه بهذه الطريقة؟ بيبرينا سيجن جنونه، لاعب يستلم، لاعب يفكر، لاعب يسولف، لاعب يدور، لاعب يغير السالفة، اللاعب يسدد على راحته. لاعبو ليفربول يتفرجون في اللقطة الماضية، الجماهير تكون مقسومة، عائلة ليتون بين أغلبها مقسومة ما بين الفريقين ويشجعون ضد حتى في المنزل. إنها عندما تصل إليه تشعر بأن الليفر قادر على الوصول. هكذا هو سواريز، الكرة بتصل سواريز رماها سريعة إلى كارول، 2-2، كارول رماها لكن ليس ككرات سواريز. سواريز استلام، سواريز تقدم، سواريز بيعدي، سواريز بيمر، يا لعيب سواريز يمرر، يا سلام، سواريز لعب على لعب، راح يمر بيعدي، الله، بطل الكوبا، نجم جماهير الكوبا، يهز جماهير الكوبا، آخر ما بقي من الظاهرة رونالدو. اللاعب الغالي يعود في المباراة الغالية جدا، إنه يقبل الهدايا ويوزع حلوى الديربي. غلطة واحدة أمام سواريز تكلف الكثير، روح الفريق جيرارد، الله على الكنترول، الله على العرضية، تعود سواريز يضغط، كارول يضغط، ليفربول يريد أن يضغط على المتصدرين. انظروا الآن، لم يكتفون فقط بالشتام، بدأوا يرمون عليه، هنا الكرة بتصل في مكان قوي جيرارد، يا رب كانت الرمية الأخيرة، الرمية القاتلة من ستيفن جيرارد، كنترول، تمريرة في مكان إلى هندرسون، نقلات حمراء بعد أن تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، عادت إلى سواريز، هنا الاستحواذ، هنا الاستعراض، هنا الفواصل، ليفربول يصل إلى الجانب المهم، الجانب المهم من ضفة النهر، بينما إيفرتون ولاعبوه سيبكون على ضفة نهر ليفر ميرسي.